صباح الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهاردة احنا في اخر مدينة تقريبا، هي اسمها هيكادوا. هيكادوا موجودة بعد اونا واتونا وبعد جول. فالناس اللي ما اتفرجتش على الفيديوهات القديمة تتفضل دلوقتي وبعد كده ترجع هنا تاني. سبب ان احنا نيجي هيكادوا هو التورتل بيتش. والمميز في التورتل بيتش ان ده الشط الوحيد اللي بيبقى عليه سلاحف كبيرة جدا على الشط نفسه، بيبقى فيه منها كتير جدا، الناس بتلعب معاها وبتأكلها و بتعوم معاها بكل سهولة. فاحنا رايحين نستكشف الشط ده دلوقتي وهنشوف كده ممكن نعمل ايه تاني في المدينة بتاعة هيكادوا. طبعا يا جماعة زي ما احنا شايفين المدينة بتاعة هيكادوا تعتبر مدينة حيوية شوية، مش زي المدينة بتاعة ميريسا هي الشارع واحد. هي دي برضو الشارع واحد بس هو طويل شوية، وصراحة في حاجات كتيرة قوي هنا بتبقى فتحة ومحلات اكتر بكتير جدا من ما كانت في ميريسا. هنا وتونة برضو ما كانتش قوي الصراحة، اللي حسينا فعلا ان هي مدينة كانت جول. فخلينا نتفرج على المدينة دي لحد ما نوصل للتورتل بيتش. ووصلنا يا جماعة التورتل بيتش، واول حاجة هنعملها ان احنا هنبتدي ندور على السلاحف. واضح ان في سلاحف هناك جايين، نخش نبص عليها على طول. يلا بينا. زي ما قلتلكوا التورتل بيتش على طول بيبقى عليه سلاحف الكبيرة قوي دي، معظم الوقت بيبقوا اكتر من واحدة، تقدروا تتصوروا معاهم تفرجوا عليهم. بس محدش يلمسهم يا جماعة، اهم حاجة محدش يلمسهم، محدش يرمي اي بلاستيك في البحر ولا اي حاجة. زي ما قلنا يا جماعة الحلو في الشاطئ بتاع هيكادوا ان في سلاحف بتعوم اول ما بننزل. بصوا يا جماعه ادي السلحفه، بصوا تقريبا هتاكل. بصوا يا جماعه كبيره قد ايه، عملاقة قوي بجد. دول حفة اخرى جويند ذا بارتي وقاعدين بيهزروا بقى مع الناس. ما اظنش ان هم اصلا يعني بيعضوا الناس او كده، بس مش المفروض ان احنا نلمسهم. يعني اللي بتعمله ده فعلا غلط، كل شوية لما حد بيلمسهم بيجوا يزعقوله. ايه الفايدة من ان انت تلمس سلحفة؟ انا مش فاهم الصراحة. ما نسيبها تعوم براحتها من غير ما نخليها قاعدة بعدم الارتياح. في واحدة هنا اهي وواحدة هناك، وتورتل بيتش يا جماعة، تورتل بيتش فظيع فظيع. قفشنا واحدة من دول يا جماعة من المية، ودلوقتي هنأكل السلحفة. يلا يا جماعة اروح للسلحفة دلوقتي وهأكلها. هوبا، تلات سلاحف يا جماعة بجد، واحد اتنين تلاتة اربعة، اربع سلاحف يا جماعة موجودين في المية. بصوا يا جماعة بتتنفس. بصوا يا جماعه السلحفه كانت هتاكل الشوكه دي علشان فاكره ان هي يا ريت الناس ما ترميش حاجه في البحر، يا ريت الناس ما ترميش اكياس جوه بلاستيك اي حاجه، لان هي فعلا كانت هتاكلها. انا خدتها من قدام بقها، لحقتها قبل ما تاكلها، وهنرميها بره. ده يا جماعة كان التورتل بيتش في هيكادوا. موضوع قلب اسكندرية شوية دلوقتي. بصوا الدنيا غيمت وبتمطر، لو انتم ملاحظين هتلاقوا فيه زي نقط كده بتنزل على الكفر ده، والدنيا بتمطر شوية دلوقتي. احنا اتفرجنا على السلاحف مع بعض، ودي من الحاجات بجد اللي ما ينفعش تفوتوها. لو انتم معديين من جول رايحين كولومبو، انزلوا في هيكادوا، انزلوا يوم على الاقل وتعالوا التورتل بيتش، اتفرجوا على جمال البحر ده وجمال السلاحف كمان اللي بتطلع في البحر. فين بقى مكان السلاحف اللي موجودة في هيكادوا؟ بصوا يا جماعة السلاحف موجودة في الجزء ده، لما تيجوا تخشوا هتخشوا من الجزء اللي هناك ده، ورا المنطقة بتاعة العلم او ورا السور ده هتخشوا من هناك، وبعد كده بتفضلوا تتمشوا على الشور لاين لحد ما توصلوا للمنطقة دي، بتطلعوا سلم صغير وبعد كده بتخشوا المنطقة دي. المنطقة دي هي اللي فيها السلاحف عند الناس اللي واقفة هناك دي، هتلاقوا كمية سلاحف طالعة في المنطقة دي كتيرة جدا جدا جدا. الناحية التانية او
الناحيه اللي موجود فيها البوت مراكب الصغيره دي مش هتلاقوا فيها سلاحف، هتلاقوا فيها ناس نازله بتعوم هناك. حبيت بس اشارككم النصيحه دي علشان اول لما جيت قعدت ادور الصراحه، فقلت اسهل عليكم الدنيا علشان تيجوا هنا على طول. يلا بينا بقى نروح نشوف هنفطر فين النهارده في هيكادو. ووصلنا يا جماعه المكان ده، هو ده المكان اللي هنفطر فيه النهارده. جاهزين بالميه بتاعتنا وطلبنا شويه اكل كده سريلانكي، هنجربه واوريه لكم لما يجي. بعد كده هنفطر وده اخر يوم لينا في هيكادو. بعد كده متجهين على جومبو علشان دي اللاست ستوب بتاعتنا قبل ما نطلع من سريلانكا ان شاء الله على خير. شكرا بجد يا جماعه لكل الناس اللي اتفرجت على الفيديو لحد الاخر. ما تنسوش تعملوا لايك لو الفيديو ده عجبكم وسبسكرايب علشان ما تفوتوش اي حاجه في سريلانكا والفيديوهات اللي جايه الله اعلم هتكون في بلاد ايه. ولو محتاجين ان انا اعمل فيديوهات عن اي حاجه معينه ما تنسوش تكتبوها يا جماعه في الكومنتس. يلا نحاول نخلي الفيديو ده 100 لايك، فلو انتوا لسه ما عملتوش لايك اعملوا بجد عشان ده فعلا بيساعدني قوي. واشوفكم يوم السبت اللي جاي الساعه 2. Then bye bye.